دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم. ونحن نتحدث عن الإنجازات والمشروعات، الآن حديث قوي داخل الصحافة والإعلام في تركيا عن هذه السفينة القادرة على حمل المروحيات والطائرات العسكرية وأيضا الطائرات المسيرة. أردوغان يفتخر مؤخرا بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف للقوات البحرية في تركيا، والجميل أيضا هي تلك الإشادة التي أتت من منافس أردوغان محرم إنجا، والذي أيضا أبدأ افتخاره وأبدأ إعجابه بهذا الإنجاز الجديد للقوات البحرية التركية. كما شاهدنا أيضا بعض من قادة المعارضة ينصفون أردوغان ويتحدثون بشكل رائع عن هذا الإنجاز الجديد للجيش التركي. وأمام حضراتكم التحية العسكرية حاضرة من ضباط البحرية التركية للقائد الأعلى للقوات المسلحة في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضوره وأثناء مروره على هذه السفينة الجديدة التي دخلت الخدمة للبحرية التركية. طبعا هناك صراع كبير كان في السنوات السابقة فيما يتعلق بثروات شرق المتوسط وتوترات دبلوماسية كبيرة، لكنها هدأت حدتها في الأونة الأخيرة، ما يعني بأن رئيس أردوغان هناك توجهات لدى الحكومة التركية من أجل أن تولي اهتماما خاصا بالقوات البحرية التركية من أجل الدفاع عن ثروات تركيا فيما يتعلق بالبحار وفيما يتعلق أيضا بمضيق البسفور، هذا المضيق الهام والحيوي خاصة مع هذا الصراع الكبير الآن فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني. لذلك